السلام عليكم أصدقائي، اليوم راح أعرفكم على جهاز الجودوكس M1 واللي هو عبارة عن إضاءة RGB صغيرة شحن لازم تكون موجودة وياك ضمن جنطة المعدات مالتك سواء كنت تصور فيديو أو فوتوغراف. أول شيء الجهاز يتميز بحجم الصغير مثل ما أنتم شايفين ويتميز بوزن الخفيف. طبعا العلبة تجي بهذا الشكل وياها كتالوج ببعض التفاصيل وببعض الأرقام والأمور اللي تقدر من خلالها أنت تستخدم به الجهاز وأشياء اللي دائما المصورين يتعجزون يقروها. أما الجهاز فمثل ما أنتم شايفين هذا هو قياسه، وزنه جدا خفيف، يشتغل على الشحن، ممكن تشحنه بمنفذ التايب سي، والحلو به انه ينطيك اكثر من ساعتين مستمره بالتشغيل لما يكون على الفول باور. ببساطه زر التشغيل بهذا الشكل راح ينطيني مباشره لون اللي احنا اخر بريسيت كنا عليه. الواجهه هنا راح يكون بيها مجموعه خيارات، هنا قيمه الاتش هي قيمه الاضاءه. خلونا نقلل شوية الإضاءة مال الكاميرا. بمجرد ما أني أغير القيمة راح يبلش عندي يتغير اللون، وهذه القيمة من الممكن إحنا نحصلها من هذه الدائرة كجايد لاين، ما نحتاج إنه إحنا ندوخ أو ما يحتاج نخلي ورقة أو فتشي بجيبنا أو نحفظ، هذه مثبتة على الجهاز نفسه للسرعة والسهولة. وقت ما أنا ردت أستخدمه للتأثيرات راح نشوف هنا عندنا مجموعة تأثيرات، هنا راح يشوف عندنا إحنا تأثير سيارة الشرطة، سيارة الإسعاف، الإطفاء، راح نشوف أنه هذا الأوبشن يشتغل ويا الميوزك. أهلاً وسهلاً، هذا يأخذ من عندك الصوت ويسوي لك تأثير الحفلة. أيضاً هنا عندك فتشي اسمه SOS، عندك تأثير البرق وممكن تحدد القيمة مالته، وأيضاً السرعة، وعندك ألوان متغيرة للباك جراوند، عندك فلاش لايت، عندك كل هواية تأثيرات من الممكن أنت تستخدمها. وأيضا تقدر أنه أنت تغيره إلى إضاءة اعتيادية اللي هي حسب قيمة الكلفن، يعني من الممكن تنقلها من الأبيض إلى الأصفر اللي نستخدمها بالتصوير. الحلو بهذه الإضاءة من الممكن أنت تركبها على ستاند، عندك هنا منفذ، عندك هذا أيضا منفذ للستاند تقدر تستخدمه وين ما تريد. إضافة إلى أنه قطعة كلش مهمة أنت لازم تشتريها ويا هذه الإضاءة واللي هي سمول ترايبود اللي هو هذه القطعة، كلش مهم تشتري لك واحدة من عندها، هذه راح تسهل عليك هواية انه انت تستخدمه وين ما تريد. بمجرد ما انت تربطه بهذا الشكل وراح تقدر تشغله وتستخدمه مثل ما تريد. طبعا هذا الموضوع راح يساعدك من تريد تصور برودكت مثلا او تشتغل اي اشياء صغيرة، راح تكون خفيفة وسهلة وتقدر تتنقل به براحتك. الفرق الوحيد انه ما يجي وياه ديفيوزر، تقدر تستخدمه هنا حتى تنعم الإضاءة، وهذا فرق عن القطع من الشركات المنافسة. صراحة كلش أنصحكم به، لازم يكون موجود وياك ضمن المعدات مالتك. سعره بين 80-90 دولار إلى 100-110 دولار حسب المكان اللي أنت ساكن به. كلش أنصحك يكون موجود وياك إذا كنت تصور فيديو، من الممكن أنت تستفاد من عنده حتى بالإنترفيو، هير لايت، باك جراوند لايت، تستخدمه بالتأثيرات اللي أنت تريدها. وإذا كنت تصور فوتوغراف فأيضا من الممكن أنت تستخدمه بالتصوير كإضاءة مساعدة لك تستفاد من عندها هواية. إذا قدرت تخلي له قطعة ديفيوزر هنا وتسويها تصنيع عسكري وترتبها راح يكون الموضوع جدا مناسب لك، تستفاد من عنده دائما. في مال الله.